ينضم إلينا من عمان محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب الأستاذ سركيس نزار للحديث عن تطورات العملات الأجنبية وأسواق العملات. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ سركيس. بداية يعني الحديث عن ركود اقتصادي متوقع تحديدا في الولايات المتحدة وفي العالم أثر قليلا يعني وخفض من مؤشر الدولار مقابل العملات الرئيسية، هذا التراجع هل من المتوقع أن يستمر خلال تعاملات اليوم وخلال تعاملات هذا الأسبوع؟ صباح الخير. بالفعل نشهد بعض الانخفاض في الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات شملت اليورو، الجنيه السترليني وكذلك العديد من العملات في آسيا، لكن هذا الانخفاض يعتبر محدود في الدولار الأمريكي ويعتبر على شكل تصحيح بعد موجات ارتفاع قوية أوصلت الدولار الأسبوع الماضي إلى أعلى مستويات له منذ عام 2002 عندما لامس مؤشر الدولار مستويات فوق 105 نقاط. هذا الأسبوع المتداولون في انتظار شهادة رئيس البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أمام أعضاء الكونغرس والتي ستبدأ يوم غد، وهذا يسبب حالة من بعض التوتر في أسواق العملات مع تذبذبات ضعيفة نوعا ما صبت في ضد صالح الدولار الأمريكي، خصوصا كما تفضلت مع زيادة الحديث عن احتمالات ركود الاقتصاد الأمريكي في ظل ارتفاع هائل في معدلات التضخم إلى جانب تسارع الاحتياطي الفدرالي الأمريكي برفع الفائدة. فالركود الاقتصادي المنتظر في الولايات المتحدة أضعف نوعا ما الدولار الأمريكي، لكن هنالك موضوع مهم أود الإشارة له هذا اليوم تحديدا وهو الارتفاع الذي حصل في أسواق الأسهم. الارتفاع الذي حصل في أسواق الأسهم حول العالم أضعف طلب الدولار كملاذ آمن، ونحن نعلم أن انخفاض أسواق الأسهم يجعل المتداولين يتوجهون لطلب الدولار لإقفال المراكز المالية، لكن عندما تسود الثقة ويزيد التوجه للاستثمار في أسواق الأسهم يتم الاستغناء عن الدولار وطلب الأصول مرتفعة العائد مثل أسواق الأسهم خصوصا أسهم التكنولوجيا في الصين هذا اليوم، فلاحظنا بعض الضغط على الدولار الأمريكي سببه ارتفاع الثقة في الأسواق المالية. نعم سركيس، أيضا في المنطقة الأوروبية أن يحاول اليورو أن يمتص جزءا من هذه التراجعات ويذهب نحو الارتفاع، لكن يعني أزمة السندات الأوروبية والعديد من العوامل التي تؤثر على أداء اليورو، هل من مهرب لليورو للارتفاع في ظل الارتفاع الحاصل يعني في مؤشر الدولار وقوة الدولار؟ الآن لا أعتقد بأن اليورو سيكون له القدرة على دخول اتجاهات صاعدة حقيقية على المدى المتوسط والطويل، وما نشهده هذا اليوم أو على مدى هذا الأسبوع من ارتفاع في اليورو هو ارتفاع محدود من مستويات الدولار وثلاث سنتات إلى دولار وخمسة سنتات. بالفعل اقتصاد منطقة اليورو يواجه تهديدات كبيرة بفعل التوترات الجيوسياسية والتي قد تؤخر البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ مماثلة لما يقوم به الفدرالي أو بنك انجلترا وغيرها من البنوك، مما يعطي المزيد من التوتر في أسواق السندات. نحن نرى حاليا ارتفاع في عوائد السندات المطلوبة بالنسبة لدول جنوب منطقة اليورو مقابل أننا نشهد بعض الاستقرار في عوائد سندات دول مثل ألمانيا، وهذا يوسع الفجوة، وبالتالي البنك المركزي الأوروبي يجب أن يتخذ خطوات إلى جانب حده من ارتفاع التضخم للحفاظ على استقرار أسواق السندات، وبالتالي قد يبقى أي ارتفاع في اليورو نوعا ما محدود مقابل الدولار الأمريكي. نعم يعني وهذا الفوارق بين قرارات البنوك المركزية تحديدا إذا ما تحدثنا عن بنك اليابان المركزي والذي استمر في سياسة التيسير النقدي أثر بشكل كبير وتراجع الين بشكل ملحوظ، هل تتوقع أيضا استمرار حالة التراجع للين وتكبد وخسائر مقابل العملات الأخرى؟ بالفعل حفاظ بنك اليابان المركزي على سعر الفائدة عند السالب عشر نقطة مئوية، هذا الأمر ضغط على الين الياباني خصوصا مع اعتقاد المتداولين بأن بنك اليابان سيستمر بسياساته التحفيزية. أيضا أعود الآن إلى ارتفاع الثقة في الأسواق المالية، فكما هو مضر في الدولار الأمريكي فهو أيضا مضر في الين الياباني الذي يعتبر عملة تزويد في متاجرة تسمى الكاري تريد أو المتاجرة بالعائد. الين الياباني هذا اليوم يتداول عند مستويات حول 135 ين للدولار الأمريكي الواحد، هذه أدنى مستويات للين الياباني منذ عام 2002، وبالتالي قد يبقى الضعف على الين الياباني ما لم يتدخل البنك المركزي أو حكومة اليابان لإيقاف الانخفاض القوي في الين الياباني. أود أن أشير فنيا بأن مستوى 135 ين للدولار الأمريكي الواحد
تعتبر مستويات مفصلية بالنسبة لزوج الدولار الأمريكي مقابل الين، وهذه المستويات قد تكون محددة للاتجاهات. بالتالي لا يجب أن نستبعد صدور أي قرارات جديدة، أي بيانات اقتصادية محركة للين الياباني مقابل سلة العملات والتي منها أيضا الدولار الأمريكي. نعم، محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب الأستاذ سركيس نزار، شكرا لك على كل هذه المعلومات وهذه التفاصيل.